مرحبا مرحبا بكم في لاباس، باش نكملوا معاكم ونحكيوا على مخابر درمافيق. مخابر درمافيق يعطيكم الصحه اللي ديما محفلينها ومشيخينها باللي سيربريز والكادوات. من قلب الطبيعه والفلاحه البيولوجيه، شركه اغرولاين هي الاولى اليوم في السوق التونسيه وقايده في مجالها، وهذا بفضل خبرتها اللي فاقت 10 سنين، عديد الشهادات اللي سيرتيفيكا من اقوى المخابر العالميه. شركه اغرولاين 100% تونسيه، تصدر الأكثر من 10 بلدان عربية وعالمية. حنكة، إتقان، حرفية، كفاءات، خبرات تونسية وعمل مستمر اللي يواكب التطورات في عالم الصحة والتجميل. أغرولاين تثمن المنتوجات الفلاحية وتحولها لمكملات غذائية بيولوجية، وتستخرج زادة أهم الزيوت النباتية والزويل زيسانسيال. وهكا تمكنت أغرولاين من الدخول في منافسة مع ماركات عالمية، وتقدم لنا لاغام درمافيك المتكونة من لسوان فيزاج كور وكابيلير، اللي أثبتت المخابر قمة جودتها والفاعلية متاحة. للابوغاتوار أغرولاين قائمين على تقنيات عالمية من أحدث ما فما، وهذا سر نجاحها وتربعها على أهم الأسواق العربية. درمافيك لو سكري دو فوتر جونيس إترنيل. سعيد باستقبال سحر من درمافيك. عسلامة سحر. مرحبا بك، منورتنا. كل عام وانت حيا بخير. باش تحكي لنا شويه على درمافيك، شنو محاضرين من كادوات وسربريزات، وتحكي لنا اكثر على مارك درمافيك، ولو انه انا نعتبر انها ولات معروفه وغنيه عن التعريف بمنتوجاتها في تونس وخارج حتى تونس. دونك نوفل احنا درمافيك، نقولوا درمافيك نقولوا لي برودوي كوزميتيك ناتوريل اي بيو بيان سور. عندنا جام كبيره نتاع دي سوان، عندنا لي سوان دو فيزاج نقولوا انتي تاش انتي ريد كليرسيسمون اكسيتيرا، عندنا لي سوان دو كور لي سوان كابيلير لي كومبليمون اليمونتير كيما خل الهندي البيولوجي. اي انا من الاول ما كنتش نعرفه معناتها، وعندنا الهندي وماناش عارفين قيمته معناتها، وتوا 10 سنين استغليتوه كما يلزم معناتها. ديجا نحب نقول لك سامحني، نحب نقول لك اللي احنا في تونس سباقين كنا في انتاج خل الهندي البيولوجي، مش في تونس بارك، في العالم الكل. احنا الاولانيين اللي انتجنا الخل الهندي البيولوجي، وديجا ولا منصوح به من قبل اخصائي التغذيه في تونس الكل. عندنا زاد جام كبيره نتاع سوان برو انستيتيو اي سبا بيان سور، والجام تاع درمافيك كبيره. انا افرك كيف ما قلت لك كان سوان كابيلير ولا والتونسي ولا يعرف ويفهم ويلوج على المنتوجات الطبيعيه، والمعروف انه منتوجاتكم طبيعيه 100%. هذا المهم اللي التونسي ولا يلوج عليه ويفهم فيه. بالطبيعه توا التونسي ولا يركز مع لي برودوي ناتوريل بيو. احنا في درمافيك مش دي برودوي ناتوريل كهاو، زاد لي برودوي نتاعنا بيولوجيه، اغلبهم دي برودوي بيولوجيه. وكي نقول انا برودوي بيولوجي راهو سيرتيفي، معناها برودوي سيرتيفي من قبل دي زورغانيزم معترفين بهم في العالم الكل. ونحب نقول لك حاجه اخرى زاد، ميم لي برانسيب اكتيف اللي نخدموا فيهم في لي لابوراتوار درمافيك نجيبوا فيهم سبيسيالمون من برا. نحب نقول لك زاد حتى لي برانسيب اكتيف اللي نجيبوا فيهم سبيسيالمون من دي لابوراتوار البرا، اون بلوس اللي ياخذوا منهم لي غروند مارك، وميم لي برانسيب اكتيف نتاعنا سيرتيفي. معناها باش نحبوا احنا في لي لابوراتوار درمافيك نحبوا نضمنوا ليفيكاسيتي نتاع البرودوي وميم طون الكاليتي. دونك لي برودوي نتاعنا، نحب كي نقول لي برودوي هذاك انتي ريد انتي تاش، سي كو هو انتي ريد انتي تاش. هذاك علاش نعملوا في دي تيست كلينيك لي برودوي نتاعنا في دي لابو البرا في اوروب وفي امريكا، باش نثبتوا النجاعه والافيكاسيتي نتاع البرودوي نتاعنا. برافو، هذاك علاش درمافيك واحد تو كيقولها يبدا متهني، خاطر فما الكاليتي وسيرتيفي، معناتها امورها منظمه برشا، ومنتوجات درمافيك مشرفينا مش كان في تونس وهذا الباهي، حتى في الخارج زاده. قلنا وين بالضبط؟ سحر. لي برودوي درمافيك موجودين في اكبر الاسواق العالميه في عالم التجميل، كما فرنسا امريكا روسيا وحتى بعض من دول الخليج. كما قلت لك احنا سيرتيفي ايكو سيرت كوسموس اورجانيك كوسموس، زاده مش كان لي برودوي نتاعنا كهاو سيرتيفي، ناو في زاده لي لابو نتاعنا سيرتيفي من ايزو 22716، وقليل وين تلقى لابو في الكوزميتيك في تونس سيرتيفي ايزو 22716. هذاك علاش احنا ننافسوا في الاكبر الماركات في الاسواق العالميه كيف اللي قلت لك في فرنسا وروسيا وامريكا ودول الخليج. برافو، يعطيكم الصحه. هذه حاجة هايلة ياسر، وهذاك علاش قلنا درمافيك ديما مشيختنا، منتوجات طبيعية وبيولوجية وزيد فاعلية مضمونة، هذا اللي نعرفوه.
جودة تنافس بها الماركات العالمية، ذيك علاش خرجتوا المارشيات العالم الكل. وزيد وهذا المهم لينا باش تربحنا رحلة لتركيا. أي هيا سحر احكي لنا كيف قدر ما فيك باش تربحنا رحله لتركيا. هي مش اول مره احنا نربحوا رحله لتركيا، انا وفي 2022 ديجا ربحنا الايفان نتاعنا رحله لتركيا وتسعة اشخاص منهم ربحوا دي بوند اشا دي برودوي دير ما فيك. كيف كيف السنه فما واحد باش يربح معنا رحله لتركيا لشخصين، وزاد تسعة من الناس اخرين باش يربحوا معنا دي بوند اشا دي برودوي دير ما فيك. الله معناتها زوز من الناس باش يمشيوا لتركيا ونوف بوند اشا حاجه. صار انا خاطر معاك ما نجمش نشارك، اما كيفاش نجمو نشارك واللي يتفرج كيفاش نجم نربح رحله لتركيا ولا لي بوند اشا؟ طريقه المشاركه اسهل منها ما فماش. تحب تشارك؟ ما نجموش حتى احنا. تحب تشارك؟ ما نجموش. حسيت يحب يشارك. اما اعطينا لاجونس اللي تعرفوها دير ما فيك تعمل لنا السوم. قول لي كيفاش نشاركوا في الكونكور؟ طريقه المشاركه سهله على الاخر، جوست تعمل تكون ابوني في لي باج نتاعنا فيسبوك اجرولاين ودير ما فيك على الانستغرام، وكانك مش ابوني فاش تستنى باش تعمل لابونمون. اي وزاد تعدي معنا كوموند وتعمل هذه لابونمون حتى من غير رحله تركيا، خاطر فما ديما دي نوفوتي ودي محكيات. بيان سور دي برودوي ما لازمش نخسروهم بالحق، على خاطر كيف ما قلت لك موجودين في الخارج فرحانين بهم على الاخر، وميم زاد في تونس بوركوا با يستمتعوا باللي برودوي نتاعنا. فوالا دونك تعمل ابونمون. اي اي تعمل ابونمون تعدي سوفي تعدي كوموند من عندنا على الباج نتاعنا كيف ما قلت اجرو لاين على الفيسبوك وانستغرام على درما فيك، ولا تكلمنا عن نوامر الظاهرين على الشاشه. تلقاو دي سبيسياليست يجاوبوكم على كل استفساراتكم وينصحوكم بالبرودوي للبو نتاعكم، بو شعر كور كيف ما يعطيك الصحه. دونك مع درما فيك تربحوا رحله لتركيا ونف بوند اشا، والاعلان باش يكون نهار 11 فيفري معانا على قناة التاسعة تحت إشراف عدل منفذ. شكرا لكم دونك وشاركوا باش تربحوا برشا. خاطر لوكازيون نتاع عيد الحب حبينا نودوا لي فان نتاعنا برحله لتركيا لشخصين باش يهزوا العزيز عليهم وباش يعديوا احلى رحله في تركيا، وزاد كيف كيف باش نفرحوا تسعة ناس اخرين كيف ما قلنا باللي بوند اشا نتاعنا. سي بيان يعطيكم الصحة دير ما فيك. ميرسي بوكو سحر، ديما نستناو جديدكم ومفاجئتكم. احنا ما جيناش جينا فارغة. نجم نقوم؟ اي بيان سور بيان سور. جست احنا ما جيناش جينا فارغة. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. تفضل. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سحر، ميرسي لدير ما فيك اللي ديما محافلينها باللي كادو لي سوربريز. احنا متاكدين من الكاليتي، متاكدين اللي ديما جديد معاكم يلزم نتابعوه. شكرا ليك. ميرسي لنا وكل عايش. يعطيك الصحة. تصير القرعة ليلة العشرة مليت، نجم تكون من نصيبك، نجم تشارك توا. أبعت سي على 85 840، سي على 85 840، جاوب على قد ما تنجم الأسئلة، نجم الليلة أنت تكون رابح العشرة ملايين كاش. مازلنا مع ضيوفنا مع الأخبار ومع جديد، نستقبلوا مع بعضنا الممثل التونسي أمير الدريدي. مرحبا. موجود الحمد لله. جينا عندك حاجة جديدة؟ سيرتينمون. الحمد لله. الحمد لله.
والحمد لله وصرت المو باش يكون ديما فما جديد ان شاء الله يا رب. ستيون ديسيزيون معناتها اللي خذيتها، حتى كان فما عباد ما تحبش فما جديد، انا باش نخلق جديد. يعطيك الصحه وتو نحكيو نحب نعقب عليها هذه شنو معناتها سيغتين مو باش يبدا ديما فما جديد. بديت متدخل على كل الانتاجات الهائله اللي عندنا في تونس سيغتين مو. لا على خاطر في مش معاك انت نحكي دون فاسون جينيرال سيغتين مو فماش انتاجات، عندنا مشكل عندنا بينوري. انت مازال بكري كان بديت انت لازمك تشوف اللي مسلسلات الكاميرات مازالوا ما سي سون با بوزي، واحنا اون اي دو موا اي دمي دو رمضان شهرين ونص مازلنا فما حتى كاميرا سي بوزي باش مسلسل وفي التصوير لا لا ما نحكيش على المسلسل نحكي لك على المسلسل فماش انتاج. علاش انا قلت سيغتان مو مش على خاطر ما عادش نحب نكون جو ديبون للي برودكسيون دونك انت تخمم في انتاجك وحدك. كان نحن نخمو باش كل واحد فينا ياخذ ديسيزيون باش يكون عنده سيرتينمون جديد تو نوليو نتلموا ونعملوا جديد. هذيك نحكيو فيها عندنا سنين تو نحكيو ولكن حتى ما خذينا قرار. يلا امير ومطران ومريومه نحبوا نستقبلوا شاب نكرموا، هذوما الناس اللي باش ما نكذبش اللي انتم تحبوا تتفرجوا فيهم زاده. باش نحكيو معاه حوار قصير ولكن باش نشكروه وباش نشوفوا شنو اللي عمل. نحب تصفيقه كبيره على ريان المناعي. مرحبا مرحبا نورتنا في فتره قصيره ستار ويحكيوا عليك الناس الكل ويحكيوا عليك الجرايد الكل ارتيكلوات في الصحافه العربيه وفي الكذا. الشاب التونسي الذي يخترع حذاء ذكي يحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائية. الحذاء يوصف بصديق للبيئة. نشوفه اللي بعد هذه في عربي بوست. شاب تونسي يطور حذاء ذكي يحول طاقة المشي إلى كهرباء تشحن تجهيزات إلكترونية. صورة فيديو ريان مناعي شاب تونسي يخترع حذاء ينتج طاقة. بي بي سي سكاي دنيا معناتها في العالم الكل العربي يحكي عليك. نحب نقول لك ميرسي خاطر نورتنا فرحانين برشا. معناتها حط لي في الاطار ساعة المشروع ثم يحكيوا معك شنو الحذاء هذا شنو المشروع. احكي لي انت قداش عمرك ريان؟ ريان مناعي عمري 22 سنه. ايه تعرفوا فنان تشكيلي مختص في الفن الجرافيك ومصمم احذيه. ومصمم احذيه كيف كيف احنا طلعنا والله بالحق عامل انا دبلوم ان غرافيزم بوبليسيتير وكنت في الصبات انا جيت دون شوسيغ انا كيف كيف سوف كنت اخترعت صبات شاركت في كونكور تحت اشراف وزاره الطاقه والصناعه ونظمته السنتر ناسيونال كوير شوسيو. فوالا دونك كل عام يعملوا تيم 2022 هو الانوفاسيون تكنولوجي فاشن تيك. دونك كيفاش تدخل التكنولوجي في الدومين الكوير وكل واحد سبيساليتي نتاعو. سبيساليتي نتاعي شوسيو دونك لازمني ندخل التكنولوجي في الشوسيو. جاتني الفكره اللي سالت ميتن تونسي على المشاكل اللي تعرض لهم في حياته اليوميه. يطيح الشارج. يطيح الشارج في المشكله الاولى. يطيح يطيح شارج وهي في الدو تو. عندي الصباط. يعطيك الصحة هيك كمل. بنيت على المشكله هذايا ولقيت له الحل اللي هو تونسي يمشي برشا وكان المشي هذاك لازم نستغلوه. ايه دونك باش نستغلوه باش يولي قد ما يمشي قد ما يعمل انرجي الكترونيك وبعد يشارجي لاباري نتاعو وقتها ما عادش عنده المشكله نتاع. اي كيفاش صبات شفت التصوير هذيك لهنا تاخو انت خديت الجائزه الاولى. اي صبات شفنا تصويرته كيفاش ما فهمتش معناتها فسر هنا بلغه بسيطه باش نفهموك. اش معناتها صبات يشارجي معناتها تبدا فيه باتري فيها تخيك يو اس بي بلوتو بور يو اس بي دون التالون. فكره باهي. كيفاش المشي يجيب طاقه؟ موجودين دي كومبوزون في الفرشه نتاع الصبات هما يحاولوا الطاقة الحركية للطاقة الكهربائية وبعد الطاقة هذيك تمشي الباتري في التالون
وبعد تتعبى وتشارجي به لاباغيل تاعك. الله الله. وباش نسالك نكمل سؤال الاخباري من بعد انتم قولوا تحبوا اي وبعد اختراع شنو يصير مع خريج جايزه سي بوما ينجم اختراع معناتها كان تمشي لهيئات مؤسسات دوليه محليه ديفلوبي ينجم لي حاجه كبيره معناتها انت وين واقف تو خاطر سبات وين هو هذا معناتها سبات في سنتر ناسيونال كيغ شوسيو اي اما باش يقعد هكاك ولا باش يطوروه ولا شنو باش يصير هو خاطر ان كي صححت على كونترا كي تاخذ لي بري سنتر ناسيونال كيغ شوسيو ياخذ الشوسيو هذاك ياخذوه هو ولا ياخذوا الفكره نتاعك؟ لا لا ياخذوه هو بروتوتيب. فوالا اسكو يلزمك حد ينتجه لك حاجه يعاونك يديفلوبي شنو؟ شاركنا في كونكور مشروعك هو اول كونكور في رياده الاعمال على تونس كامله دونك خذينا البري وباش نبداو في ستارت اب نتاعنا في تثمين التراث المادي والمادي والكنوز البشريه الحيه. باه باش نسالك زاده سؤال بسيط ومن بعد نعطي هل فما وقت تنجم تقول عليه باش يتم تصنيع صباط ولا سبادري يتباع في السوق ويشارجي وانت صاحب الفكره عندك وقت؟ وقت ايش؟ بعد عام؟ بعد شهر؟ بعد عام بعد ما نعرفش بعد ماكسيموم عام؟ عام ماكس عام باش يتوزع بستارت اب بركل عليك ماكس عام ونجم انا نمشي نشري 43 نلبس صباتي نشارجي بيه. فوالا تلقاه في السوق والبرا وبختو. معناتها انت الاختراع نتاعك تو تحسه ماشي في ثنيه باهيه معناتها والا تحس فما عباد قاعده تعرقل فيك عباد ما امنتش بالاختراع ولا تحس كونه فما عباد امنت وفريمون الاختراع نتاعك باش تشوفه يتباع وباش تشوف العباد قاعده كان ما امنوا ما عجبهمش البروجي لا لا نحكي على ما بعد الجائزة كيفاش باش يتوزع؟ هو فيه قاعد ماشي في ثنيه امير الباهي في رأينا عمل ستارت اب باش يخدم وحده اي باش نخدم ونستنى حد ونستنى حتى واحد باش يتبناني وكل شيء نحب تصفيقه كبيره على ريان نبدا بمطران يلا انا نحب نحب انت الجو هذا على تونس القي لي قصيده موت على التوانسه اللي اخترعوا ويقعدوا في تونس وكذا نسيت المساله فما سؤال ما سالتوش ريان ينرفزك ريان كان تلقى واحد برا ويتبناك تخرج لا صديقي صديقي الله انا جيتش نقول لك انا نتمنى تو نقوم قداش يكون سومو حسب التقريب نقولوا بعد عام ماكس حسب التقريب 300 ما نعرفش العام الجاي قداش ماكسيموم 300 300 دينار 300 انا خلينا نقول شنو نسال هذا مش 300 دينار من 300 جنيه مصري يا ولا مريم بعد الفنانه هبلت شويه يلا مطران خليه مطران يحكي تفضل بارك الله فيك انك جبت ريان بارك الله فيه هو مش فيه يا ريان ما تنساش عمك مطران خاطر يلزمني حذاء علاش انا مكالماتي برشا وشارج كيما نوفل ضرب ضربتين يطيح ونمشي شويه وليت نمشي شويه لا سامحني يا مطران ما تنساش ريان وشجعوا واصرف واشري صباط اي تنشري لا اكيد انا مش ساعدني شنو؟ مش ساعدني اش معناتها ما تنساش؟ شو مش يساعدني؟ يعمل لك 20% تاع كليونات اسمع انا نحب نحييك ونحيي لا سامحني وشارجور سامسونج وحده نوكيا وحده ايفون وحده ما فهمتش ليه هو في البوغ بالحق هذه ناس الفيصل هي هو مازال بروتوتيب بدائي اما في البارتي ديفلوبمون باش يولي سان في سان في وعنده يسار زلمة يسار يمين يلا مطران كمل انا نحب نحيي ال المناعي لانكم ال المناعي عندي ملاك المناعي سفيرة الطفولة طفلة جميلة جدا إن شاء الله يجيبها نوفل صوت وأدب عمرها 13 سنة وأديبة كبيرة مبروك المناعي من بن عروس نحييه أديب كور روحه بروحه عصام التكوين وانت سي ريان المناعي إن شاء الله يا ريان يتبنوا الموهبة متاعك ويشريوا الاختراع متاعك في تونس لأنه في تونس مع الأسف وهذه نقولها لك إن شاء الله نجيبوه السيد هذايا الأستاذ الجامعي آدم بوراس من قصر هلال اخترع عمل حاجه نتاع طاقه القبضة خطات ويا نوفل ب 170 مليون لهنا يخطيوك حتى على الفكره وصدقني تو هو محاكم هو يسمع فيها ادم بوراس والرجل حل لهم مشكله الطاقه الصحيحه مش الوهميه على كل نتمنى لك النجاح عايزك
وتقرا سير العلماء وتواصل في الاطار هذا اللي تعمل فيه، لانك باش تستلهم منا برشا حاجات. وانا تعلمت من بعض العلماء يا نوفل انه الاستغراق في الشيء يخليك تخترع برشا حاجات. المهم تحب الشيء هذاك وتتعامل بتواضع العلماء، وباذن الله باش تخترع. نحب نسالك انا سؤال وحيد، خاطر السؤال انت سالته سي امير ونوفل سال سؤال. بعد الحذاء شنو ناوي باش تخترع؟ بعد الحذاء هو الحل البيبان باش ندخل في الفاشن تيك، دونك باش نختص في الفاشن تيك. دونك اللبسه باش تولي الفاشن تيك، حاجه تلبسها والتكنولوجيا ومعها التكنولوجيا في الصناعات الثقافيه الابداعيه او الصناعات التقليديه. تو تبدلت الاسم تاعها. اعطيني مثلا حاجه كيما صبات في شجر، اعطيني حاجه هكا في مخك، حلمه في مخك تقول نتاع بعد 10 سنين نعملها. بعد 10 سنين نحب نوثق تراث التونسي الكل وتاريخنا الكل، ابار التكنولوجيا كل شيء تاريخنا هو مهم توا، ولخيره في امه تجهل تاريخها. يعطيك صحة، معناتها أنت مغروم برشا بالتاريخ وتكتب بنا لغة؟ نكتب اللغة القرطاجية. أكيد مريم مش تفسر لنا. والله عرفتك باش تلفت لي توا، تلفت لي ما تلفتليش. مش جاوبتك. شنو هي اللغة القرطاجية؟ فسر. اللغة القرطاجية هي لغة أجدادنا، اللغة الفينيقية، لغة عليسة، حنا باعل، سفن باعل، عزرة باعل، ماغان. بارك الله عليك. عندك كاتب بها شنو مثلا؟ كاتب بها اغنيه، هي اول اغنيه قرطاجيه في العالم. ايوه. دونك ولا كنت حلمه وحققتها. الحمد لله. صحة بالله، تصفيق على ريما. صحة. دونك الاغنيه اسمها أديتيام او مريم. باللغة القرطاجية. نسمعوا شوية تحب منها؟ راه سمعوا. وتلحن. الليلة بعد شوية باش تصير القرعة، الليلة العشرة ملايين تنجم تكون من نصيبك، تنجم تشارك توا. ابعث سي على 85 840، سي على 85 840، جاوب على قد ما تنجم الأسئلة، تنجم الليلة أنت تكون رابح العشرة ملايين كاش. أمير، أنت نفس الكلام اللي كنت تحكي فيه قبيلي، هذا هو الجون، قالك ما استنيتش باش يعاوني حد. راهو تنجم أنا أنت مطران مريم، عندنا شوية غلط وقت اللي نجاحنا ولا كاريرنا نربطوه في أشخاص. كان يرضى عليا ويهز تليفون ويكلمني، تو حياتي تتبدل، تو ننجح، تو كذا. فكرة هما يرسخوها لنا في مخاخنا لكونه تربينا كيكا. كل خدمة مربوطة بعباد. شخص بإكس وكريك، السيد راين شوفوا 22 سنة باني كارير وغزر اللغة القرطاجية بلي، معناتها نظلموا ساعات شباب كي نقولوا ناقص ثقافة. ليه تبارك الله عليك، معناتها أنت ونعاود نقول أنا كل ما نلقى ضيف كيف كنت نجيبه باش نتعلموا منه. جبنا برشا صغار نتاع هذاك الأخبار نتاع نجيبوا صغار نتعلموا منكم، نتعلموا خاطر احنا بتتر في تربيتنا ياسر نتوكلوا على غيرنا، ياسر نحبوا خدمة الحاكم، ياسر نحبوا هيئة شهرية ونرايض ستارت أب. صحيح.
هذا الشباب اللي نعولوا عليه في المستقبل. أي. يحب تونس. يحب تونس. يحب يقعد. أغنيتنا هو مشروع نموذجي الستارت اب نتاعنا في الباتريمون ايماتريال. يعطيك صحة، يعطيك صحة رأيين، شكرا ليك. ونورتنا اليوم. نخلي لك كلمة الختام رأي المناعي، وانت جبناك تكريما ليك على الاختراع هذا وعلى الثنية اللي انت تحب تمشي فيها، واللي بالنسبة لي غزرتك القدام أهم شيء اللي عملته تو. الاختراع اللي عملته تو حكاية فارغة، قدام طموحك وهذا هو المهم. فلك كلمتي لي عمركم لتأيسوا، وتونس فيها برشا حاجات، جست فركس في برشا بلايص تلقى برشا حاجات، وبرشا برشا حاجات عمركم لا سمعتوا بيت. شكون تحب تشكر عاونك برشا باش خلط؟ نشكر المؤطرة نتاعي مدام فتن بالليل اللي أطرتني في تصميم الحذاء. نشكر صديق شريف عرفاوي اللي بدا معاي وقف معاي من فكرة مشروع حتى حتىش كملناه. ونشكر اصحابي اللي وقفوا معايا، ونشكر والدي اللي عاوني في الكوتي براتيك في التكنولوجي. ربي يفضل. وميرسي الناس الكل اللي وقفوا معايا. يعطيك الصحه ريان، ميرسي بوكو. نشكرك احنا على خاطر عملت لنا 20 مينوت اسبوع. والله والله يا ريان راهو نستدعاك بكل أنني باش أنا نتفرهد شوي، باش يرجع لي شوي أمل، خاطر نشوفه في الدنيا كحلة، ولينا برشا توانسة هكا بوفي دوكسيجين نتنفسوا به شوي. يعطيك صحة ريان، ميرسي بوكو، نورتنا الليلة. ميرسي، شكرا لك ريان، يعطيك صحة، نورتنا الليلة في لاباس. وربي يفضلك، ربي يوفقك. شكرا لك، نورتنا، يعطيك الصحة. وكما قلنا لكم حان الآن وقت القرعة، الأستاذ باش يدخل والقرعة في المباشر باش تصير، وانتم تو باش تتفرجوا وتشوفوا شكون اللي ربح 10 ملايين كاش المرة هذه.